يعني يمكن يا دكتور مصطفى من الحاجات اللي ما زلنا بنعاني منها لحد دلوقتي هي فكره عدم وضوح الاطار الدلالي للمعاني. وحضرتك برضه ذكروا في الفصل الاول الربع ده حقيقه الصراع، حضرتك بتسال في صوت من السطور يعني ايه صور؟ يعني ايه مخبر؟ يعني ايه سلطه؟ يعني ايه نشطاء؟ يعني ايه قوى سياسيه؟ يعني ايه الشارع المصري؟ يعني ايه بلطجيه ومدير وشغب؟ ويعني ايه حتى مصطلح المصريون على تسميته حزب الكلام؟ ويعني ايه حكم عسكري؟ طيب هو قبل ما ندخل في التعريفات بشكل مباشر، يعني حصل حاجه في المجتمع ده واحنا ساهمنا فيها، وقد يريد البعض ان يعيد انتاجها ولكنه سيفشل، وهي ببساطه شديده ان يصك مصطلح، يعني يتعمل مصطلح. انا شايف ان الندوه في الحقيقه يعني وصلت درجه من الاهتمام لدرجه البعض قد نام يمكن. هذا شيء طيب. في مصطلح ممكن يصك ويصبح بعد فتره هذا المصطلح في ذاته سجنا لمن استخدمه، زي مصطلحات الشريعه والشرعيه والثوره والنخبه الى اخره. كل هذه المصطلحات للاسف الشديد بتعمل نوع من انواع الاختزال للبني ادم اذا ما فكرش في مفهوم المصطلح، يعني اذا فضلنا نتخانق على المصطلحات نفسها، لانه كما حدث في خناقه الشرعيه الشهيره اللي فيه خطاب يعني يفترض انه كان رئاسيا قيل فيه شرعيه حوالي 49 مره او 50 مره حاجه كده، لانها كانت حاله اقرب للهستيريا، ما كانتش حاله اقرب للتعامل مع المصطلح بحقيقته. البني ادم ببساطه زي ما بنقول او بحاول اقول هنا وفي مقام اخر في الكتاب بتكلم على السجن في المصطلح، ان السجن في المصطلح ده خلى فيه خناقات موجوده في المجتمع عندنا ما بين تيارات موجوده، يعني يوجد تيار يسمى تيار اسلامي وتيار يسمى تيار مدني، ويبدا كل تيار منهم يتحدث عن الاخر باعتبار ان المصطلح الذي يسجن فيه يعني انه اسلامي، فبالتالي التيار المدني والليبرالي ليس له حظ من دين، وحين يتحدث الاخر عن الحريه بان هذا تيار ليبرالي فمعناه ان الاسلام ليس له نصيب من الحريه، والاثنين غلط، يعني الحالتين خطا. الاخطر من كده وده اللي انا بحاول الح عليه، كلما الححنا على ان تكون المصطلحات هي ما يحركنا نحن نختزل من التفكير بالعقل الى التفكير بالاذن، وده اللي احمد شوقي كتب فيه في مسرحيه مسرح كليوباترا وهو بيتكلم على الشعب المصري برضه، بيقول اسمع الشعب ديون كيف يحول اليه، يملا الجو هتافا بحياه قاتليه، اثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. يعني هو في الاخر بيقول ان التفكير بمجرد ان انا اكون ماشي مع الشعار او ماشي مع المصطلح من غير ما افهم معناه فانا افكر بوداني. وفي القران في ايات تتحدث عن نوع من انواع التفكير في الحقيقه اسوأ من التفكير بالودان، اللي هو التفكير باللسان. اذ تلقونه بألسنتكم، يعني الواحد ممكن ما يفهمش الحاجه لدرجه ان هو ما يسمعهاش بودانه حتى، يتلقاه بلسانه ويتحول هو الى نوع من انواع الصدى، رجع الصدى لما يسمعه، وهذا ما يسمى تفكير او افك اهل الهوى. انما يعني من يفكر باذنه لانه سجن في المصطلح فتقام خلافات تصل الى حاله من حالات الحرب الاهليه في داخل المجتمع، لانها حرب ما بين طيارين كل منهم سجن في مصطلح يخصه هو ولكن لم يفكر في مفهومه الحقيقي. هو ده احد المآسي التي انتهينا اليها. وكان من ما سرق بي حلم هذا المجتمع في فتره من الفترات كان ثلاث حاجات. الامر الاول كان فكره المصطلح والسجن في المصطلح، الامر الثاني كان التعميم، والامر الثالث كانت فكره الكفر بالتراكم الحضاري وما يعني وما يورثه الينا من رمزيه. بمعنى احنا قلنا على المصطلح ان حد يسمي مصطلح ما ويحيل هذا المصطلح الى نوع من انواع الكفر او الزندقه، يعني ان الليبراليه كفر مثلا، عن اي ليبراليه يتحدث؟ ان العلمانيه كفر، عن اي علمانيه يتحدث؟ ان الاسلاميه هي النقاء بعينه. كل هذه المصطلحات بقى وده الاهم اللي محتاجين نعرفه، هم ابناء لعصر اسمه عصر الصناعه. هذا العصر كان يتحدث عن قولبه كل شيء، عصر الصناعه قدراته وبراعته كانت في تنميط الاشياء، يعني كانت قدره عصر الصناعه في انتاج ما يسمى خط انتاج اسامبلي لاين، وينتج في خط الانتاج منتج نمطي، فكان يراد في هذا العصر تنميط التفكير ايضا، فتم تنميط التفكير في الاطار
الليبرالي يعني فيما يسمى الليبرالية اللي هي لا نسميها في الكتاب الإزمز اللي هي آخرها ليبراليزم أو كوميونيزم الشيوعية، فكرة شيوع الخير للمجتمع هذا أمر ليس جديداً، ولكن أن يتحول إلى أيديولوجية ومن ثم يتحول إلى دين، وبمثلها أتت الإسلاموية اللي يسمى إسلاميزم. اللي عايزين نقوله أن كان المصطلحات أولاً هي مدخل من مداخل سرقة عقل المجتمع ومنطقه ومن ثم حلمه. التعميم بمعنى أن كان يراد دائماً أن يوجد أمام المجتمعات اختيارين لا ثالث لهما، والاختيارين يقتضي التعميم زي بيسموهم في لغة الاي تي كده الباينري، واحد وصفر. يعني المجتمعات دائما تختار ما بين واحد وصفر، ما بين ملائكة وشياطين، ما بين نهار وليل، ما بين أبيض وأسود. وأكثر من استخدم هذه الوسيلة كان أصحاب الإسلاموية والإخوان المسلمين على وجه التحديد. هذا أمر كان يراد به في فترة من فترات أن يكون الإسلام السياسي أحد مخالب القط في حرب باردة لم نكن نحن طرفا فيها، ولكن استخدم على هذا النحو، وكان البداية بتاعته التعميم والضرب في الرموز واستخدام المصطلحات. فكان يلزم ضرب الرموز والتراكم التاريخي للأزهر مثلا، الرمز والتراكم التاريخي لفكرة التوحيد في مصر، ثم يبدأ في إحلالها برموز أخرى، ويبدأ في إحلالها بأفكار تصبح هي بمصطلحاتها هي الأفكار غير القابلة للنقاش. وده اللي احنا بنحاول نركز عليه في هذا الكتاب مرة أخرى، أننا بقدر استخدامنا لسؤال لماذا نستطيع أن نكون على أول الطريق لاستعادة إنسانيتنا. لأن هو فكرة اقتفاء الحكمة أو الفلسفة تبدأ بسؤال لماذا، وبعدين تبتدي تترقى فيما يسمى طبقات لماذا. إذا ابتدينا بلماذا اللي هي أسهل لماذا متاحة لنا، وهي على فكرة متاحة لنا رغما عنا. أنا عايز أبشر حضراتكم بأنكم جميعا أبناء عصر جديد يسمى عصر ما بعد المعلوماتية، عصر يسمى عصر الحكمة، وهذا هو الجزء الأخير في الكتاب. إحنا نتكلم على مصر القادمة فيما يسمى عصر الحكمة. عصر الحكمة أورث الإنسان العادي قدر كبير من المعلومات، استطاع هو بقدراته العادية أن يحللها حسب ما أورث من قدرة، ينتهي من هذه المعلومات إلى درجة من درجات الفهم، وهذا الفهم هو ما يحركه في القرار فيما حوله. ولهذا قلت قبل سنة وشوية لن يبقى مكانا للتصورات الإسلام السياسي بشكله أو اليمين الديني بشكله المأفول، لأنه كان ابنا لعصر الصناعة. وكما سقطت الشيوعية في عصر الصناعة، وكما سقطت النظريات الأخرى في عصر الصناعة بسقوط حائط برلين سنة 89، أي نظرية أخرى مرتبطة بهذا العصر ستسقط ممارسة وتنظيماً.